زومبي أبوكاليبس. السلام عليكم. فيديو جديد نتمنى يلقاكم بصحة جيدة وجميع الأهل ديالكم وحتى الكليبات ديالكم إن شاء الله. المهم الإخوان، الموضوع ديالنا اليوم بغينا نديرو دواء ديال الحناش البالة على حساب باش دوزوا لوليداتها في الحليب ويكونوا تستريطاو على الحنيشات، ومن بعد عاوتاني راه غادي نطريطيهم كاملين وغندير لكم فيديو إن شاء الله. المهم الإخوان راه غادي نبداو على بركة الله. راه جبت ليهم فيرمو وشريتو البارح، يلاه فقعتوني فايق من النعاسه، نقرب لكم وجهي باقي مقفل بالنعاس. يلاه فقت، اول حاجه غنديرها هي انني غادي نطريطي بيلا وغادي نطريطي الدو. السيمانه الجايه ان شاء الله عاوتاني غنعاود لهم نفس العمليه. بقاو معنا وغتشوفوا كل شيء ان شاء الله. اخوتي فير بوكس اللي كنستعمل راه زوينه الاخوان، ما بغيتش ندير شي دواء اخر مجهد على هذا على حساب الوليدات، حيت هذا ديال الدراري الصغار ومن المستحسن ديروا الكليبه باش تدوزوا للوليدات ديالها. والوليدات الاخوان دابا راه عندهم تقريبا عندهم 22 يوم. المهم ما غنوريهمش لكم دابا في هذا الفيديو باش توحشوهم شويه، وغنديروا لهم فير موكس كما قلت لكم. غنشدوا هذا فير موكس هذا، غادي نخدوه مزيان. هاد السيرينغ اخوتي اللي عندي هنايا غنقول لكم شحال فيها، فيها 30 كيلو، يعني غادي نشربها جوج منها وجوج الارض وغتكون القرعه سالات. بقاو معانا وغتشوفوا كل شيء ان شاء الله. من بعد اخوتي ما مخبناه، دابا راه غادي نعمرو السيرينغ وغادي نطريطيو بيلا. المهم اخوتي هاهي 30 كيلو راه عامره، شتوها كيما كتشوفو. دابا غادي نشدو الكلبة باش تعرفوا الطريقة اخوتي باش تطريطيو الكلاب ديالكم وما يبرزطوكمش. هانتوما الاخوان غتشدوها من هاد البلاصة هادي هاهي، وكتكتيو لها السيرينغ بحال هكا، وكتبقاو تدفعو غير بشوية بشوية باش كتكونو حاكمين الكليب ديالكم. احنا كملنا لها اخوتي 30 كيلو، غنخليوها تشرب هذا الشيء هذا، ومن بعد غادي نجيبو لكم الدو حتى هو باش نطريطو. واخا الدو راه يلاه طريطيتو، غنعاود ليه عاوتاني حيت راكم عارفين الحال سخون دابا، هادي تحلات تقدر تخسر. اللهم نستافد بها مع الدو، السيمانه الجايه نشري وحده اخرى عاوتاني. خوتي ها 30 اخرى شتوها، هي 60، وغادي نعاودو نشربوها البال. ديما خوتي نفس الشده بحال هكا كتحكم الكليب ديالك وما كيتحرك لك ما والو. ها احنا شربنا خوتي 60 اخرى وغادي نطلقوها، ومن بعد 6 سوايع غنعطيها ان شاء الله تاكل باش يخدم فيها هاد الدواء ويخدم حتى الوليدات ديالها. دابا راه غنطلقو الدو وغتشوفو كلشي ان شاء الله عاوتاني. هانتوما الاخوان بالنسبة للسنسلة، انا غندير الدو غير هو غير يخشي راسو فيها ديال السنسلة. شوف الاخوان هو كيخشي فيها راسو. دابا راه غادي نعمرو ليه حتى هو سيران نقص نو. اخويا خوتي 60 كيلو جاية، غادي نشربوها الاردو عاوتاني. اونتر في الاردو غنشدو حتى هو نفس الشده اخوتي اللي كتشد بيلا، وغادي نبدا نشرب فيه. احنا شربنا 60 30 اخوان عفوا، غنزيدو عاوتاني نشربو 30 اخرى.
اخوتي راه القرعه انا قربها لكم راه خوات، يعني فيها 60 مليليتر بقات غير الرغوه لتحت. غادي نخرج هاد شويه الرغوه من هنا. بقى فيها اخوان دابا والو، غادي نعاودو نشربو هاد. اجل اجل سيري حيدها بالك سيري اونتربي البو غاس البو. بالا كتنقي الراجل شتوها وبالمناسبه الاخوان راه جيت نجاوب واحد الناس اللي قالوا لي بالنسبه لالدو واش كيخرج الكولور نفس الكولور اللي فيه. ها هو راه المره الثانيه الاخوان كيتكوفلا مع بيلا، وكما كتشوفوا راه خرج الاولاد كلهم كحلين، لا في البورطي الاولى اللي ماتت اللي كنتو شفتوها كامله ولا هاد البورطي هادي الاخوان كلشي كحل. حيت علاش؟ حيت الدو راه خطوه امو روتويلر، هو خرج خطا جيني، يعني خرج هو وجوج مشيوات اخرين، يعني ثلاثه البياسات اللي خرجوا مارو وعشرة خرجوا كحلين، يعني حيت امهم امات الدو كانت ولدت 13 ثلاثه قهويين فيهم جوج مشاوي والدو الذكر. وبالنسبه ل سميتو بالنسبه للخوت الاخرين راه 10 كلهم عاديين جدا، كما دابا تكوبلا مع بيلا المره الاولى ولدوا تسعود وماتوا كاملين، يعني كلهم كحلين الا واحد سبحان الله اللي تزاد فلاديل، ودابا راه ولدات البورطي الثانيه راه ما فيها والو، فيها غير الكحل. علاش؟ حيت الجينات ديال الدو فيهم الكحل، يعني اللي باغي القهوي يقدر يخرجوا في ولادو ولاد ولادو عادي يقدر يخرجوا الكولور قهوي. وهاد الكولور اخوتي راه خارج عند الناس بزاف وتواصلوا معايا، وانا جيت نشرح في هذا الفيديو للناس اللي ما فاهمينش هذه المساله، انا شرحتها لكم الاخوان دابا. المهم نتمنى انني نكون فدتكم، وتا الفيديو الجاي ان شاء الله وغادي نصور لكم عاوتاني الوليدات كيفاش ولاو والفيرما ديالهم من بعد هاد الفيرموفيش اللي درنا لهم، غتشوفوا ان شاء الله كيف الوليدات السيمانه الجايه ان شاء الله. نوريكم كل شيء ان شاء الله، ونوريكم النتاوي والذكوره وشحال من شحال ولدات وشحال ماتوا داكشي بالتفاصيل الاخوان. كونوا في الموعد وتهلاو ليا في راسكم، وعاونونا بلي لايك الاخوان ولي جيم لي جيم ولي بارطاج وسبسكرايب، يعني اللي كيتفرج فينا ما فيها باس الاخوان يدير لينا جيم ويبارطاجي مع صحابو، واللي ما مابونيش يتابونا. وتهلاو ليا في راسكم والله يعاونكم وبسلامه عليكم.